هادي لا تخوازيام بارتي ديال الاستوار حسناء الليل. اللي بغى يفهم الخبايا ديال الاستوار كاملين يرجع لي بارتي اللي فاتوا. كيف العادة ديال الكيت ميو كتكون بوحدك، طفي الضو و ليتس جو. دكتور أحمد، مالك؟ واش خاصك شي حاجة؟ لا لا، ما خصني والو ابراكس. كملي نعاسك، غير كملي نعاسك. وبديت كنتراجع على ركابي، تراجعت لبلاصتي وبقيت كنتأمل في الدخان وكنحاول نفهم هادشي اللي شفت. بصعوبة قاومت الرغبة ديالي في نغوت ونهرب من الدار. هادشي ما لايقش ليا، انا منطقي وزين وغنبقى ديما هكا. وتأملت في البنت وهي مازال ناعسه، ما كتبانش ليا كتخلع لها الدرجه، غير بنت زوينه غافيه كمومياء او كدب القطبي في فبراير. ولكن هادشي اللي شفت في الشكل وما فهمت فيه والو، مي غنصبر وفي الصباح غنقول ليها ما تبقاش ترجع لهنا، حيت انا ما بغيتش نفيقها دابا والصراحه لا اجرؤ حتى على لمسها. غادي نكون صعيب وخايب لاول مره في حياتي، ولكن حتى الصباح قررت نكمل الليله كيف العاده عند جاري العزيز عبود. يجب على هذا البائس ان يتحملني، وانا ما غنباتش مع هاد الشيء واخا يطرى اللي طرى. نط باش نمشي وشفت المرايه المعلقه في الصالون. لا لا، ما غنقولش لكم باللي الصوره ديال الفتاه ما كتنعكش فيها بلا ما تسناو مني بحال هاد الهضره. اللي طاح في بالي مني شفت المرايه هو فكره. هاد المرايه الا درناها جهه الشرجم كيبان فيها الصالون كامل، والا حلينا الشرجم وتبتنا فيه مرايه صغيره بشي بينيس وحركنا الفدريش للوسط غيتقاد ديريكت مع المرايه اللي في الصالون. وديك الساعه غيكون ممكن للشخص اللي وقف عند عبود في البانكون تبان ليه المرايه مزيان اللي في الشرجم، ومن تما غتبان المرايه اللي في الصالون. وهادشي غيخليني نشوف كاع اشطاري في صالوني، واخا ماشي مزيان مي غيبان اي جسم تحرك. واش فهمتوا هاد التقنيه؟ كتشبه الاسلوب منظار الغواصه الميكروسكوب اللي كيبين كاع اللي فوق الماء، في حين انه الغواصه في الاعماق. وبالزربه جبت المرايه ديال الحسانه من بيتي وزقيتها في الشرجم في الكوزينه وحليته بالوضع المطلوب. وباش نزيد نتقن العمليه ربطت الفدريش بواحد الخيط كان عندي في الكوزينه ورميت الخيط للبانكون ديال عبود باش نقدر نتحكم فيه من تما. وشعلت كاع الضوا باش تكون الصوره واضحه. البنت كتشخر وما تحركاتش، وتمشيت بشويه تال الباب وخرجت وسديته مورايا بشويه باش ما نفيقهاش. هاد المره عبود حل الباب بشويه بحال كان كيتسناني، وفي وجهه شوفه ديال الاستسلام والبؤس. ما قدرتيش تصبر ياك؟ وياه صاحبي، والله ما قديت نصبر نبقى معاها في نفس الدار. وما صارحتوش بداكشي اللي اكتشفت، داكشي اللي في عمق ديال الفتاة ما كاينلاش نشرح ليه، واصلا ما غيفهم والو. خليته مشي ديريكت للبانكو، حليته وهو مورايا ما فاهم والو، وجريت الخيط اللي قلت لكم وتبتها باحسن طريقه وقدرت نشوف الصالون ديال داري. واخا الصوره ناقصه مي مقبوله، كيبانوا الفوطويات مزيان وليزار بيض فوق واحد فيهم، ليزار اللي البنت كانت مغطيه به. اش كدير اصاحبي؟ ما كنتش عارف بلي راك مراهق، داير هاد الحاله كامله. صاحبي هادي راه تقنية علمية ومخلينا بأمان، نقدروا نشوفوا الصالون من دارك، ومني غيبان داك الضو الأحمر تاني غنقدروا نشوفوا أشطاري تما في بلاصة ما نجريو تال تما وما نلقاو والو. فهمتيني؟ صافي فهمتك فهمتك. وجاب جوج كراسي للبانكون المظلم، غير الظلام والمباني في جنبنا فيهم السكات والظلمة كأشباح تنتظر ردة فعلنا. حنا خاصنا شي دكيكة ديال هادشي. نط معاه الكوزينه وجبد واحد البراد قديم ومغبر وبدا كيشلل فيه وكيعمرو، ومني طاب اتاي كب لينا جوج كيسان وتمشينا للبانكو باش نكملو المراقبه وجلسنا في بلايصنا. وبدا كيعاود على اياماتو ملي كان في اسبانيا وهو كيدوي بلا بوز بلا ما يحبس الهضره. شفت بنص عين في المرايه وتصدمت، ما بقاش داك اللي زار الابيض في بلاصتو في الصالون، اللي زار اللي مغطيه به البنت. وشفت في عبود وقلت ليه البنت راه مشات اصاحبي، البنت ما كايناش في بلاصتها. شاف في المرايه وهو مصدوم وحط الكاس ديال اتاي في الصور ديال البانكو. تقدر تكون دخلت للطواليت. يلا ندخلوا للدار ونشوف واش واقع. يلا ومشينا بالجرة وحليت الباب. والداخل كان الصالون خاوي وتحد ما كاين في البيوت كاملين. القطار العصفور دون سابق انذار. الوقيته اللي مشينا نقادو اتاي ختنا مشات يمكن. اصاحبي كيفاش فاقت هادي؟ وكانت كتشخر، كيفاش دغيا خرجات؟ هبطات في الدروج بهاد السرعه كامله. انت راك ما عارفش حركتها شحال خفيفه، انا اللي شفتها كي كتمشى بلا ما دير الحس.
وهنا اشار عبود لشي حاجه مرميه في الارض حدا الصالون، عرفتها دغيا، هذه مخده كبيره بيضاء من بيت نعاسي، وفهمت اش طرا بالضبط. كانت الشيطانه كتراقبني ودايره راسها ناسه، وعرفات البلان ديال المرايا. داكشي علاش كي خرجت من الدار ناضت بالزربه جابت المخده من بيتي وحطاتها في بلاصتها وغطاتها باش تبان باللي هي مازال ناسه تما، ومع المسافه والظلام كانت كتبان بحال هي اللي تما. علاش دارت هكا؟ علاش دارت هادشي كامل؟ حيت كانت عارفه بلي غنراقبها وغنحاول نمنعها من الخروج، وكان خاصها تلاهيني بهاد المخده باش تمشي في حالها. والصراحه انا مراقب فاشل وضيعت دقائق ثمينه مع دراسه السطا ديال عبود. ودابا المره الثانيه مشات براكسه بلا ما نعرف، وصعيب نعرف كيفاش رجعت لدارها في هاد الوقيته من الليل، لكنني لن ابكي حزنا على فراقها، بالتاكيد لن افعل. ومني مشى عبود في حاله دخلت لبيت الناس وسديت عليا الباب باش الناس مزيان، حيت حس براسي مهلوك بزاف ومنعستش براحتي يومين. هادي لقيت ورقه محطوطه جنب الفراش، ورقه محطوطه حدا راسي، غتكون البنت كتباتها قبل ما تمشي. وحدا الورقه جورنال ديال البارح، تكيت على ظهري ودرت نظاظر بالشوف وبديت كنقرا في هاد الخطاب اللي خلات ليا. عزيزي الدكتور احمد، طريت المره الثانيه اني نهرب من دارك وبنفس الطريقه، كنت باغا الضحك الباس اللي تقاد خلاص قبل ما يتسبب في شي مشكل. الحقيقه انا محتاجه نعتذر لك على واحد المقلب طول طول وبزاف. انت كنتي بطل رهان بيني وبين صحابي اللي منهم طالبات انت كنتي كتقريهم في كليه الطب، كانوا ديما كيدويو عليك وكيقولوا انسان غريب وممزوج وذكي بزاف وعمرها دارت بك. وفي ذاك النهار قلت لهم الا تلاقيت بك غنخليك تعيش في لغز كبير وفي دائره من الرعب، وغنقلب لك حياتك راسا على عقب. انت عارف داك النوع المدلل من البنات اللي هاني عندهم يتسلوا على حساب غيرهم. للاسف انا كنت وحده منهم، وتحداوني صحباتي وقبلت الرهان، ولكن ما كنتش عارفه منين نبدا. وبالصدفه عرفت بلي وحده من البنات عائلتها ساكنين في نفس القريه ديالك، وقررنا ان الحكايه المرعبه خاصها تبدا من المقبره ديال مسقط الراس ديالك، وكانت هذيك هي البلاصه فين قابلتي براكسا حسناء الليل. كنا عارفين بلي غترجع من القريه بالليل، وبالصدفه لقينا الطوموبيله مقلوبه في الضايه وتا حد مازال ما خرجها. رتبنا لكل شيء وتخبيت جنب الضايه وتوقعنا انك غتوقف تشوف الكسيده، وطبعا داكشي اللي ترى من بعد راك عارف. ملي خليتيني في دارك كانت فرصه باش نقلب في كاع البلايص، وكان عندي بيل الضو ديالو الاحمر كنت كنشعلو باش نخليك تحس بلي كاينه شي حاجه غريبه في الدار. وملي وصل الفجر مشيت ورجعت لعندك اليوم عاوتاني باش نكمل الوجود، وبشويه ديال المكياج المحترف صوبنا الجرحه اللي في عنقي. كنا باغيين نقنعوك بلي راك تعيش واحد فتره اللي ماشي طبيعيه، ولكن انا ما قدرتش نكمل في هذا الشيء اكثر من هكا، حيت انت عاملتيني زوين وكنتي ظريف معايا بزاف، داكشي علاش مشيت. وانا دابا تنكتف هاد الرساله كنطلب منك الاعتذار. انا عارفك انسان محترم واكيد غتغفر ليا وغتسمح ليا على كل غلط ارتكبته في حقك، وبغيتك تعرف اني ندمت بزاف على هادشي اللي درت. داكشي علاش غدا غنرجع لعندك باش نتاكد بلي راك ما مقلقش مني وخاطرك صافيه من جيتي. شكون عارف يمكن تلقى بلي اكتسبتي صداقة انسان لقات فيك اللي ما لقاتوش شباب يومنا. صديقتك المخلصة براكسا مجيد. كملت الخطاب وانا معصب ورجعت راسي لله. تضرب مع الجنب الناموسية ولكن ما حسيتش بالالم، اذا لعبات بيا هاد البراهوشة. انا اللي حمار اللي ما قادش نخلي تلميذاتي يحترموني. هاد البنت لعبات بشهامتي واعصابي وخلاتني نبات جوج ليالي خارج الدار للهوي فقط. بقيت معصب وما حسيتش براسي تداني النعاس. الصباح جلست كنفطر وكنشوف في الجورنال، وكيف العاده ما لقيتش الوقت طويتو وهزيته معايا تنقرا على خاطري في المكتب ديالي في الكليه. وبقيت كنشوف في رساله ديال ديك البرهوشه، وهنا جاتني واحد الفكره بيزار. جبت ورقه وستيلو وبديت كنقلب في رسالتها بالحرف في وقتي وبالزربه، وكي ساليت شفت في ساعتي الكتبه سرقات 9 دقائق و20 ثانيه، والمعنى ديال هذا الشيء هام بزاف، هام اكثر من ما كتصوروا كاملين. الليالي المقمره عالم ساحر،
هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء التي يراها واسع الخيال، ولم أكن أعرف عن نفسي سوى ضيق الخيال. إمتى مشينا من البانكو الكوزينة أنا وعبود؟ مشينا من البانكو الكوزينة مني عبود قال ليك خاصنا نصوبوا أتاي. مني عبود قال خاصنا شي دكيكة ديال أتاي. شحال ديال الوقت خاص الماء باش يغلي في البغاد؟ نكبوا أتاي ونرجعوا للبانكو. 5 دقائق 6 دقائق ماكسيموم. هذه الفترة الوحيدة اللي يمكن البنت تكتب فيها رسالة، حيت كتبات على أساس أني شفت الجرحة اللي في عنقها. كي غدير تتلقى الوقت الكافي باش تنوض وتجيب المخدة من بيتي لبلاصتها وتغطيها وتجبد ورقة وستيلو وتكتب الخطاب وتحطه فين كان الناس وتمشي تحيد المخدة وتحل الباب ديال الدار وتخرج. أنا أني تحاولت نكتب الخطاب أو رسالة وبالزغبة، وعرفت بلي أسرع كاتب في الكون ما غيكملو إلا في 9 دقائق ولا 8 دقائق على الأقل. إذن مستحيل تكون البنت كتباتو في الوقت اللي مشينا فيها من البانكو للكوزينة. هذه نقطة واحدة. نقطة جوج كتتعلق بمحتوى الخطاب. قالت لك الصدفة والحظ ساعدها بديك السيدة اللي في الضايا واستغلاتها. لا أظن بأن قوانين الصدفة سخيفة لهذا الحد. واش ما بان لكمش هاد الشيء تانتوما؟ واش ما بانش لكم هاد الشيء بالضبط هو اللي كاين؟ البرهوشة ما عطاتنيش تفسير، حيت ما كاينش تفسير لهذا الشيء. النقطة الثالثة كتعلق بالضوء الأحمر. فكرة سخيفة أن الدايب اللي كان عندها بيل فيه الضوء الأحمر باش تخلعني، حيت النهار الأول جبتها ما هزة معها والو، حوايجها مقطعين وحفيانة، فين بدير هاد البيل؟ نرجعو ونزيدكم النقطة الرابعة كتعلق بالجرحة. وي الماكياج تطور بزاف في العصر ديالنا، ولكن ما تقولوش ليا بلي كاين ماكياج قادر يخدع الطبيب كيفحصو عن بعد 30 سنتيمتر. هادي مستحيلة. مشيت لخدمتي مرون ودماغي عامر بالأسئلة. جلست كنت سيركل في الجورنال ولقيت خبر صغير أتيغاني لي. الخبر كيقول تم انتشال جثة يونس عبد الرحمن صيدلي 44 سنة من وسط الضايا ديال المقرب مقبرة بمنطقة بعد جهود كبيرة قام بها الدرك الملكي وأبناء القرية. هذا هو الراجل اللي كان في الطوموبيل مع براكسا وما قالت لي عليه والو. خديت الكمالة ديال اليوم إجازة ومشيت للدار نرتاح ونفكر في هادشي كامل. غنصوني الخوية ويعطيني التفاصيل ديال الحادثة كاملين وغنفهم هاد البلان كله. كيداير بخير؟ وي وي صافا الحمد لله. رضا اش كتعرف على السيد اللي مات في الكسيدة اللي حدا المقبرة؟ واش هو من المنطقة ديالنا؟ اخويا السيد من المدينة وكان غير بعيد طرات لي الكسيدة. عرفتي يا صاحبي كبة من شي والراجل كبير بزاف وجهو كله مكمش. وما يمكنش يا رضا، الجرائد كتقول باللي عنده غير 44 سنة. اخويا رانا ولا الدوار اللي جبدناه من تما وقبل ما يجي الجندار راه شفتو بعينيا. صافي واخا رضا من بعد نفهمك كل شي. صافي تهلا في راسك دابا. سهيت وغير كنفكر هذا تاني واحد لقاه في الماء وشرف وبانوا فيه علامات الشيخوخة. الاول كان في الجورنال ديال البارح والتاني في الجورنال ديال اليوم. واش كاينه شي علاقة بيناتهم؟ اشنو سر هاد الشيخوخة المبكرة؟ كنت احترق بفضول لا يرتوي، فضول لمعرفة كل شيء قبل عودة الفتاة ليلا. على كل حال هي ما غتلقانيش في الدار حيت ما حاملش نشوفها، والصراحة مخلوع بزاف منها. غندوز ليلة في اي بلاصة من غير داري. خدعتني براكسة بزاف المرات ولكن ما غنخليهاش دير خدعتها للاخرى. وهي كتقول باللي هاد الشيء غير ضحك ومقلب بين البنات ومحاولتها تقنعني بهاد الشيء امر خطير وبزاف. هي ما باغانيش نشك فيها، هي بغاتني ما نبقاش نبحث في هاد الشيء. شي حاجة قتلت المهندس سيف الدين غرقا، ونفس الحاجة قتلت يونس عبد الرحمن وبنفس الطريقة. ما فهمتش بحال شي حاجة كتدي ليهم عمرهم، وهذا التفسير الوحيد للشيخوخة الفورية. بحال شي حاجة كتمتص شبابهم قبل ما تخليهم جثث شيوخ. هاد الشي بحال تناسخ الأرواح، ولكن ما يمكنش هاد الشي، غير منطقي وما مقبولش دينيا. الهندوك فقط اللي كيأمنوا بهاد البلان ديال انتقال الروح من جسد لجسد آخر. الإنسان بوفاة الاول او انتقالها حتى الحيوان. داكشي علاش كيحرقوا الجسد وكيلوحوا عظامه في نهر الكانغ المقدس منبع الكوليرا الاول في العالم، وكيصليوا على الميت 10 ايام باش تستقر روحه في الجسد الاخر. هذا غير كلام وثاني وما كيفسرش هادشي اللي طاري، ولكن كنقبل التفسير انه ممكن يكون كيان شيطاني كيمارس هادشي منذ فتره يعلمها الله وحده. وهذا الكائن او الكيان كيدور بيا في صوره حسناء وسميتها براكسا. ما ديتهاش في الوقت وعرفت بلي العشية تعاشات وماشي في مصلحتي نبقى في الدار. الظلمة بدات كتنزل بصعوبة، سمعت أذان المغرب من واحد الجامع قريب، وبصعوبة اكتشفت أن قرص القمر يختلس النظر. والليل وصل والظلام هبط، جات وقيت نمشي في حالي من هاد الدار
وحليت الباب ويلاه بغيت نسدو وبان ليا شي حاجه جايه لجهتي، شي حد لابس فستان وشعره طويل وشميت ريحه الشانيل. رجعت براكسا كما قالت في رساله، رجعت وانا ما مستعدش نقابلها، رجعت وانا ما مستعدش لها. فهاد المره ما كنتش مستعد نلعب الادوار المؤدبه ولا نكون ظريف. دخلت بالزربه للدار وسديت الباب بالجهد ووقفت كلهت مورا الباب وانا نسورت الباب من الداخل. انا كنت متوقع انك غتكون مقلق مني ولكن ماشي لهاد الدرجه. واضح دكتور انك ما قبلتيش الاعتذار ديالي. وهي حل لي الباب، خلينا نتناقشوا بشويه وغير بالعقل. عافاك، من الاحسن سيري في حالك، تعد ما باغيك هنا. اوف، علاش هاد القصوحيه كامله؟ علاش؟ ها انت غير حل هاد الباب، انا غنفهمك كل شيء ومن الاول كنوعدك. وحل عافاك. وقال الذئب للحملان الصغيرة: افتحوا يا صغاري، أنا أمكم وقد عدت من السوق. نظر الحملان إلى قدم الذئب البيضاء التي نثر عليها الدقيق وكاد أحدهم يفتح الباب، لكن أخاه هتف في فزع: اللحظة هذه ليست أمنا. كيف عرف ذلك؟ ما عقلتش بالضبط على الكمالة ديال القصة. ما غنجاوبش، هي سكتات شوية رجع صوتها. واش ودنيا كيخدعوني ولا صوتها تبدل ولا أكثر خشونة وغلاظ؟ دكتور أحمد، وقت الضحك صافي سالة، حنا فاهمين بعضياتنا مزيان. خليك عارف بلي هاد الباب اللي انت موراه دابا ما غيحميكش مني، كاع البيبان ما غيحميوكش مني. واش كتسمع؟ واش كدوي بصح؟ واش كدوي بصح؟ انت عارف مزيان شنو هو الرعب، وانا هو الرعب في صورة انسان. غنتبعك مورا كل باب، مورا كل بلاصة، في اي دار مشيتي لها غتلقاني تحت ناموسيتك قبل ما تنعس، غتلقاني في اي حلمة غتحلمها، وما غتهربش مني غير بالموت، الموت اللي غتعزلو بنفسك لنفسك. تيقني يا دكتور احمد، ما كيدش قدامك من غير تحل هاد الباب وتسمع الهضرتي اللي غنقول لك. كانت كدوي بالصح، من صوتها نقدر نعرف مدى الصدق ديال هضرتها. خصني نواجه هاد الشيء ولا حياتي كلها غتولي جحيم وما غنلقاش شي بلاصه امنه. وانا كنفضل الموت العاجل على الموت البطيء. غنحل الباب واللي ليها ليها. كانت واقفه قدام الباب وكتبتسم بانتصار، ومني خليتها تدخل وشفت وجهها على الضوء ديال الصالون عرفت بلي التجاعيد تزادت في وجهها وبزاف الخصايل من شعرها شابوا ولاو بيضين. دخلت للصالون وجلست في البلاصه اللي موالفه تجلس فيها، وجلست قدامها وشعلت ليها كارو وقلت ليها: واضح من شكلك بلي وقتك ولا مضيق بزاف، ما بقاش من مصلحتك انك تضيعي. اه وبالضبط داكشي اللي جيت عندك انا دابا. واخا واخا، واش انا كندوي مع بنت ولا مع شي كائن؟ من سنين بزاف وانا بالبشر غير مضره، وعشت في كاع البلدان والازمان. مره كنكون فلاح في منغوليا، ومره لاعبه بالي في هنغاريا، مره جندي في الجيش العثماني، كل مره واش كنفهم. وفي المغرب كنت مهندس، ودابا طالبه اداب سميتها براكسا، وغدا غتكوني دكتور امراض الدم سميتو احمد. ياك ما غلطت في حاجه؟ صراحة طلعتي بكي بزاف، وانا مضطره نسكن في اجسام البشر، ولكن هاد الاجسام كتستهلك دغيا، ما عندهاش وقت كثير، وكيخصني نلقى البديل بين كل فتره وفتره. داكشي علاش الضحايا ديالك كلهم ماتوا بسبب الغرق؟ بالضبط، من ضحيه لضحيه بشرط اني نغرق ضحيه اخرى معايا. ودابا براكسا سالات نوبتها ووصلت نوبتي دابا، ياك؟ تماما، ولكن انا بغيت نديرو انا وياك واحد الاتفاق دكتور احمد، وحيت انت من القلال اللي فهموا السر ديال هادشي كله، انا ضروري نتهنى من براكسا، وهادشي ما غيوقعش الا الا غرقتيها معاك، وتحت الماء انا نقدر نتنقل الجسم ديالك بسهوله، والناس غيلقاو وجود تشرفه، وانت غتخرج من الماء باش تقلب على الضحيه الجايه. ولكن العرض اللي انا جيت اليوم نقدمه لك هو انك تلقى الشخص المناسب اللي غرق مع براكسا، يعني كبش الفداء ديالي. تخيلي معايا نوض دابا ونكتفك ولا نقتلك. ضحكتيني. ما غتقدرش، حيت اصلا براك سميتها من نهار غرقت ديك الطوموبيله في الضياع، هي بالنسبه لي دابا غير صباط انا كنتحرك به.
وهادشي من غير لا غوت على جهدي كاع الناس ديال العماره غايجيو يشوفوا الدكتور احمد شاد بنت ضعيفه، وكنظن ما غتحملش فضيحه بحال هذه، حيت بالطبع وكيف ما كتعرف حنا في زمن الواقع والتحد ما غايتي قصه الكائن. ناري على بلان، دوزت كل شيء في حياتي، ولكن اول مره في حياتي غنجلس مع شيطان ديال بصح ودكي بزاف من الفوق. شفت فيها وشعلت الكارو الثاني، بغيت نفهم غير نتي شنو. نتي شنو بغيتي تقول؟ انت ماشي انتي، انا كائن شيطاني والقدره ديالي كبيره بزاف لدرجه انت ما تقدرش تخيلها. ما عقلتش على امتى بديت هادشي بالضبط، ولكن انا كنت من ديما. واش انتي كتسناي نمشي عند شي حد ونحاول نقنعه ونطلبه يخرج معاك حدا الواد؟ انا ماشي شغلي، هاديك مشكلتك انت، ولا ما بغيتيش تموت انت اللي غتحل هاد المشكله. درت رجل على رجل وانا كنقلب على وضعيه مريحه، وقلت ليها وانا كنشعل الكارو الثالث في نفس ربع ساعه. وشنو غيخليني نسمع هضرتك؟ نوض دابا ونخرجك من داري وما نقربش للما شهر، وهكا غنكون قتلتك وما خليت لك حتى فرصه في الحياه. كان كيسحب ليا. راك ذكي يا صاحبي، واش انت كيسحب لك الجهد اللي في هاد البنت هو جهد بنت عاديه؟ راه فيا من هزك بحال هزه دري صغير ونغرقك في الحوض اللي في الدوش اللي عامر بالماء، ومن بعد ندخل راس هاد براكسه حتى هو وانتقل بكل سلاسل الجسم ديالك. انا راه نقدر ندير هادشي كله وبلا مشاكل. وديري هكا من الاول وهني راسك وهنيني حتى انا. لا ما نقدرش ناديك، صعيب عليا بزاف ندمر كائن ذكي بحالك. في الواقع انا قادر نهرب، نقدر في اي لحظه نهرب لجهه الباب، من المشكله في اشنو غيطرى من بعد. غنبقى متبوع وكنتسنى في اي لحظه انها تهاجمني ولا انه يهاجمني هذا الشيطان ويخشي لي وجهي في الماء وتنتقل الجسد ديالي. ما بلانش والله ما بلان، من الاحسن يسالي هذا الشيء دابا وهنايا. شديت في كتفي اليسار وبديت كندير في واحد الصوت مروع، وتلاحيت جيت الفوطو الى اخر، كنتركل ولحت الكارو فوق الارض. مالك تركل هكا؟ شنو وقع لك؟ مالك؟ نوبة قلبية، انفعلت بزاف، غنموت. وانا كنشوف فيها وفوجها علامات الحيرة وعلامات الصدمة. اشنو ندير بالزربة؟ قولي اشنو ندير؟ ما يمكنش، ما بغاكش تموت هكا نهائيا. دوا الفاني دغا كاين في بيت الناس. واخا صافي. وسمعت الصوت ديال الطالون وهي زربانه لبيتي، وقبل ما تفهم هي اشطره نطت بالجرى للباب ديال بيت الناس وسديته موراها. كان اخر ما شفت وجهها مصدوم ما فاهمش اشطره، كان ساروت لحسن الحظ في الباب من على برا، سورت عليها في وسط البيت وحاولت نرجع الانفاس ديالي، ولكن كنت عارف بلي الجسد ديال البنت عنده امكانيات محدوده وما غيقدرش يهرس الباب. كاين البانكو وغادي تحلو، ولكن البانكو عالي وكيدي غير الزنقه ما كيدي حتى بلاصه. ومشيت جلست فوق الفوطوي وشاد في كتفي حقيقه ماشي كذوب، حس بقلبي غيسكت. حاولت نتكالما، كان صوت الضربات الفتات ومحاوله تهشيمها للباب وصراخها شبيه بخنزير بغي وعذب. بقيت جالس في بلاصتي وكنفكر شنو ندير، وحسيت بالغوات ديالها بدا كينقص تدريجيا. هذا المخلوق كان كيجي في الظلام وكيمشي في الظلام، اذا غنخليها محبوسه تما حتى يصبح الصباح، وعلى ما بان ليا ما يقدرش يعيش بالنهار. غنتسنى غير في بلاصتي. بقيت كنكالمي راسي وكنكمي ومقابل البيت حتى بان ليا الصباح. نط وزعمت راسي نحل الباب نشوف اش كاين، وداك الشيء اللي دات ما كاين حتى حد هنا، والبانكو محلول. ما يمكنش انا ساكن في الطروازيام ايطاج والباب الوحيد عنده هو البانكو. وهكذا انتهت قصتي مع حسناء الليل براكسة، وبالاحرى الشيطان. كان عادي الغمري شاب كأي شاب، كياكل مزيان وكيشرب مزيان وكينعس مزيان، وعزيز عليه السينما وكيتصنت الاغاني عبد الحليم حافظ. كان كيتمنى ان يتذوق هذا الاكسير السحري المسمى بالحب. كان عنده 25 عام ومعمر جرب الحب، طويل وسمر وشكله غير محبب. وفي ديك الليله تعطل في واحد القهوه مع صاحبه،
لاعبين ضامه وكيدويو على البنات، وبجوج عارفين باللي غير كيكذبوا على بعضياتهم وميكين وساكتين. هادي جوج ونص ديال الليل وهو غادي في واحد الشارع خاوي كيفكر باللي خاصو يتصاحب ويعيش الحب. وهنا وقعت شي حاجه ما هياش، شاف شي حاجه طايحه بيضة من شي بالكون ديال العمارة اللي بعيدة عليه بعشرة مترو. شي حاجة تقيلة وبزاف ما يمكنش تكون غير ملاية، وسمع الصوت ديال الارتطام مع الارض والتخلع وبقى مصدوم. ان ضوء القمر يفتريش الشارع ورؤية لا بأس بها. مشى بالجرة والجيه داكشي البيض ووقف كيشوف فيه، وفهم باللي راه كيشوف بنت لابسة وبيض متكية في الارض، وكيبان باللي تطلعة ما بقات صحيحة فيها. اشنو يدير؟ يغوت ولا يهرب ولا يعيط للبوليس؟ ولكن البنت تحركات وشافت فيه، كانت زوينه بزاف مهلوكه وحالتها حاله، ولكن زوينه اكثر من القياس. وشاف فيها كتشوف فيه وتحضر لعندها كيتسائل على حالها. ياك لاباس، واش نتي بخير؟ وجاوباته بلي راها صافا ومدات ليه يدها باش يعاونها تنوض. مستحيل تكون عايشة مورا الطيحة. واش متأكدة بلي بخير؟ راه طحتي من الفوق. وزات عينيها فيه وقالت ليه، انا راه حاولت نصح حيت تحد ما كيبغيني، علاش ما غيبغيك حد؟ علاش؟ وبدات كتعاود ليه وهي متكية عليه قصتها الطويلة مع حب فاشل، وطلبات منه يعاونها باش تبعد على هاد البلاصة، وطلبات منه كذلك يديها حدا الواد تشم الهواء راه تخنقات. الساعة المقبلة غتنمو علاقة حب سريعة بين عادل وبراكسة، علاقة حب كان كيتسناها بفارغ الصبر، وهما واقفين حدا الواد، وها قد عادت قصتنا للصفر.